السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بندر من قناة بندر اكس. اليوم جبت لكم مقطع جديد لهذه اللعبة. طبعا هي موجودة على البي سي، ولقيت كثيرين يعني يوتيوبر نزلوا عنها كذا، حبيت اني اشاركها معكم. ولقيتها في الجوال، اذا تبغى تجربها، اذا انت ما عندك بي سي وودك تلعبها يعني على جوالك، ما عليك، راح تلقى الرابط تحت، ما عندك اي مشكلة، عادي روح هناك وانت مرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة. ونبدأ في المقطع. ويلا شفي المهم فين نروح خلنا نروح هذي، نطلع زي كذا بس. ما بشغل احسن عشان صوت يبغى يكون واضح. سريع اصلا اعلان. باك يا شباب، رجعنا. شوف بس ما تغير شيء، نفس الكلام قرأت قبل شيء، نفس الكلام. لا 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 نفس الحركة. هذه مرة ما راح أقفز. لا تعال طبعا طفي الشبكة بس عشان الإعلانات، ما أبغى ولا إعلان، أبغى أفتحها يعني كذا تكون مفتاحها يعني بشكل ما. خلاص كذا انتهينا. سنة وأنا قاعد أنقل هذا. لا مات خلاص. لف كو انت اذا حابين انا انزل لكم العاب غير هذه، ما عندي مشكله. طبعا الحمد لله. يقول مات. ايوه هذه اخر غير هذه يعني تقول لكم انتهت. مش شغل انت لكم ايلا. اوه اوكي خلصنا يا شباب، ولا اقول لكم هذه اخر. خلاص مات؟ لا ما مات. الله خلاص هذه آخر مرحلة معها. وأتمنى أن أعجبك المقطع، ولا تنسوا الاشتراك واللايك. إذا أعجبك المقطع أضغط لايك، ما عندك أي مشكلة، يعني ما راح تخسر شيء. بصراحة أنا أضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، واشترك في القناة عشان يوصلك كل يعني فيديو أنت تبغاه. مع السلامة.